على سيرت مورو لا موفمون فوق الكل في الخلف في الخلف انتباه هذه الترتيبات الامنيه لا نعتبرها استثنائيه ولكن يعني باش يكونوا كذلك في المستوى ديال هذا الاحتفال خاص يكون عندنا اعداد مهمه تكون عندنا كذلك انتشار جيد ديال العناصر الامنيه والسيارات باش نوفروا للمواطن اللي كيرتاد الاماكن العموميه وكيرتاد مدينه الدار البيضاء عموما انه توفر له الشروط اللازمه باش يسهر هذه الليله الى غايه الصباح في ظروف امنه وسليمه ان شاء الله. اذا الكل طارد تخرج كما تتبعتم أنا اليوم حضور المراسيم استقبال السنة الجديدة من خلال الإجراءات الأمنية التي نصت عليها المديرية العامة للأمن الوطني والتي ينبغي أن تتخذ في مدينة الدار البيضاء بشكل يضمن مرور هذه السنة والعبور إلى السنة المقبلة في جو آمن بدون شيء يمكن أن يعكر صفو الحياة العامة لدى المواطنين. اتخذت جميع التدابير الأمنية الاستباقية خلال هذا الشهر ككل وستبلغ ذروتها خلال هذا اليوم من خلال توظيف أعداد مهمة من رجال الأمن وكذلك بفرق خاصة قد لاحظتم الفرقة الخاصة التي عززت هذه السنة وهي الشيء الإضافي الجديد اليوم في مدينة الدار البيضاء فرق تتوفر على أسلحة متطورة وكذلك على تجهيزات لوجستيكية مهمة وكذلك تكوين عنصر بشري مكون بكيفية لائقة تستجيب الحاجيات التي يطلبها المغاربة وكذلك ما تطلبه الظرفية الحالية من تحديات خاصة التحدي الكبير لدى جميع المجتمعات ألا وهو التحديات الإرهابية. إذن نحن اليوم ستجدوننا إن شاء الله في خلال هذه الليلة نواكب الاحتفالات بشكل يضمن مرورها بشكل جيد نواكب احتفالات المواطنين وطنيين منهم وأجانب حتى تمر هذه السنة في جو آمن ونبين لكافة المواطنين الغير معنيين بهذه الاحتفالات ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني من تجهيزات لوجستيكية وبشرية لتأمينهم وحمايتهم عند الضرورة. فرق متعددة تفوق 3000 شرطي سيتم توظيفهم في المناطق التي تعرف توافد سياح وأجانب في حين مدينة الدار البيضاء ككل بمختلف مناطقها لكل منطقة لها طقوس خاصة في الاحتفال. مثلا البرنوسي ليست هي بنمسيك، بنمسيك ليست هي أنفا ليست هي عين سبع. إذن كل منطقة لديها طقوس خاصة تواكب هذه الاحتفالات. إذن كل منطقة تهتم بمواطنيها وتهتم برعاية جلالة الملك حتى تمر هذه الليلة في جو آمن وعلى جميع مناطق المكونة لمدينة الدار البيضاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.